وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تنفيذ الأهداف الموضوعة من جانب الحكومة والدولة، لافتا إلى أن فيروس سي وقوائم الانتظار كانت من أكبر الأزمات التي واجهها القطاع الصحي. وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة أصبحت تمتلك بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر لبناء مسار أكثر تقدما. يعني مهما كانت العقبات اللي بتقابلنا والأزمات اللي بتقابلنا، لا احنا كنا حريصين على ان احنا الأهداف اللي كانت موضوعة من جانب الحكومة والدولة في تخطيطها انها تتحرك وتتعامل معها. هبدأ بحاجة بسيطة جدا زي موضوع الفيروس سي اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الصحة. يعني احنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ، يعني مسألة تجاوزناها، رغم ان هي في الوقت اللي احنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من اكبر الازمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر. مش بس التأثير الصحي، ده ايضا التأثير النفسي اللي كان بينجو معانا. لكن احنا مجرد ما لقينا ان في فرصة لعلاج لهذا الفيروس اللي احنا كنا بنبحث خلال سنوات طويلة جدا قبل اكتشاف هذا العلاج، اتحركنا، الدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دوت، وعملت يعني حملة قومية، عملت مسح كامل للدولة المصرية عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة. احنا عملنا مسح للسمنة، لأمراض الضغط والسكر، بمناسبة إن إحنا بنعالج الفيروس سي. وبالتالي بعد ما عملنا ده بقى عندنا بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر، ساهمت بعد كده إن إحنا نبني عليها مسار أكثر تقدما مما كنا عليه. وخرجنا من أزمة الفيروس سي بدولة بعد ما كانت من أكثر دول العالم يعني مصابة بالفيروس سي إلى دولة بفضل الله سبحانه وتعالى خالية من الفيروس سي.